في إطار الإجراءات العقابية على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا، أعلنت ألمانيا أنه من المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الروسية في غضون أيام. وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة تعملان بالتوازي على اقتراح للحد من أسعار النفط العالمية. اعتماد العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 بشكل كبير على الطاقة الروسية أثار انتقادات كبيرة من قبل أوكرانيا، التي تعتبر أن التكتل لم يتحرك بالسرعة الكافية لوقف إمدادات الطاقة الروسية. في غضون ذلك قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لقادة أعمال عالميين في منتدى دافوز الاثنين أن على العالم زيادة العقوبات على روسيا من خلال الشركات القوية لردع الدول الأخرى عن استخدام القوة الغاشمة لتحقيق أهدافها. زيلينسكي أكد استعداد بلاده لتبادل الأسرى مع روسيا في أسرع وقت ممكن، داعيا حلفاء كييف للضغط على موسكو في هذا الملف الذي قال أنه مسألة إنسانية وقرار سياسي للغاية يعتمد على دعم العديد من الدول. وعلى خلفية الضغوط المتزايدة لعزل بلاده دوليا، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الكريملين سيركز على تطوير العلاقات من الصين مع قطع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وأوروبا. لافروف قال في خطاب نشره موقع وزارة الخارجية على الإنترنت أنه إذا أراد الغرب عرض شيء ما فيما يتعلق باستئناف العلاقات فأن روسيا ستنظر بجدية فيما إذا كانت ستحتاجه أم لا.